مشاهدينا الكرام، ومتابعة للاحتفالية الخاصة بتكريم المرأة المصرية التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيدة قرينته، حيث الآن فترة استراحة للتعليق على هذه الاحتفالية. تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة عبير موسى، الكاتبة الصحفية المتخصصة في شؤون المرأة. أستاذة عبير، أهلا بك. اهلا وسهلا، واهلا بالساده المشاهدين، وكل سنه وكلنا طيبين. كل سنه وكل امراه مصريه بخير. اولا، كيف تابعتي كلمه السيده نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي وهذه المعلومات التي رصدتها في اطار هذه الاحتفاليه الخاصه بتكريم المراه المصريه بحضور الرئيس السيسي؟ طبعا هو السيده نيفين قباج يعني وزيره التضامن وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني اصدروا او يعني قاموا ب يعني بعمل مشروعات او ضمان مشروعات، يمكن هي الاحتفال انا في نظري هي الاحتفاليه الحقيقيه للمراه المصريه يعني على مدى السنوات اللي هي اللي فاتت وحتى الان. يعني انا عايزه اقول اللي كفل للمراه حقوقها وكرامتها يعني تكافل وكرامه، مشروع مبادره زي حياه كريمه، يمكن هو ده الاحتفال الحقيقي ومنذ فتره بالمراه المصريه، بجانب ان النهارده يتم تكريم سيدات مصر من فخامه الرئيس، يعني شيء اكثر من مبهج ومهم جدا، خصوصا في الفتره الحاليه المراه المصريه بيقع عليها ضغوط كثيره يعني في محيط الاسره، واهمها يمكن لسنا بمنأى يعني عن الضغوط الاقتصاديه او الاسعار او، لكن انا اظن ان كلمات السيده وزيره التضامن يمكن كانت بمثابه انها يعني زي ما بيقولوا بالعاميه كده طبطبه على كل نساء مصر في هذه الظروف يعني اللي احنا جميعا بنتحمل فيها اعباء، واحنا جميعا كنساء مصر قد المسؤوليه في تحمل اعباء بجانب الدوله يعني. تمام. اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسؤوليات البلاد عن عدد من القرارات المهمه التي شكلت نهضه في مجال الاعتماد على المرأة وتمكين المرأة. في رأي حضرتك ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة، كيف ترين وضع المرأة المصرية ونحن نستعد للدخول في الجمهورية الجديدة؟ يعني برضو عايز اقول ان احنا طبعا دخول الجمهوريه الجديده يمكن احنا بداناها بخطوات مسبقه، وان المراه المصريه يعني منذ سنوات بيتم تمكينها اكثر فاكثر في الحياه السياسيه، وطبعا احنا عندنا وزيرات يعني جديرات بالاحترام والتقدير وعدد كبير من الوزيرات ونائبات محافظين، وفي فعلا زياده يعني احنا لو اتكلمنا عن البرلمان اكثر من 25% نائباته في طريق للازدياد، وبغرفتي طبعا في عدد كبير لا باس به. طبعا منصه القضاء اللي احنا يعني شرفت المراه المصريه بالجلوس على منصه القضاء يعني منذ يمكن خلال شهر تكريم المراه، وهو شهر مارس اللي كان في تزامنا مع اليوم العالمي للمراه. فالتمكين المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني يمكن أدهى عصوره، والمرأة المصرية فعلا يمكن يعني حتى بدأه منذ عام 2017، حيث أن كان عام 2017 كان مخصصا لعام المرأة، يعني كان أطلق عليه عام المرأة. اما في عام 2022 الحالي اللي احنا فيه طبعا هو عام المجتمع المدني، فاظن ان في مبادرات وفي خطوات جاده اكثر فاكثر في اطار ان السياده المصريه يعني لو اتكلمنا عن المشروعات الصغيره، المراه المعيله، لو اتكلمنا عن تفعيل مبادره حياه كريمه وعلى مستوى الجمهوريه كلها، كمان لو احنا اتكلمنا على موضوع مشروع التامين الصحي الشامل يعني اللي هو بالفعل بيطبق في بعض المحافظات الحدوديه، ويتم تعميمه على يمكن في اطار يعني توسع اكثر فاكثر على مستوى الجمهوريه. فطبعا ونحن على اعتاب الجمهوريه الجديده هناك تمكين فعلي وهناك خطوات على الارض الفعليه، ويمكن المراه المصريه تشعر يعني اكثر فاكثر انها تسترد كم كبير وجزء كبير من حقوقها اللي هي لم تنالها من قبل يعني.
فهذا هو أزهى العصور اللي احنا جميعا بنشعر بيه، ان احنا فعلا يعني كنساء فخورات جدا بيه. تمام، شكرا لحضرتك أستاذة عبير موسى الكاتبة الصحفية المتخصصة في شؤون المرأة، كنت معنا عبر الهاتف.